مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بين بيترو أتلتيكو الأنغولي والوداد الرياضي. تنقل آخر للكتيبة الحمراء هنا في أنغولا. الفريقان يعرفان بعضهما جيدا. هذه مواجهة ثانية بعد ما تابعنا المواجهة الأولى في الدار البيضاء، 1-0 لفائدة فريق الوداد الرياضي. هي مواجهات عديدة بين الطرفين مشاهدين الكرام، سنتكلم عنها بعطية الله يحيى أمامية، محاولة المرور من سيف الدين بوهارا، ولكن على زالي بيترو أنه يتقدم أكثر. حسوني افتك الكرة، يلعب أمامية في اتجاه سامبو، لكن في وضعية التسلل، وبالتالي لدينا ضربة حرة المتتبعي الشأن الودادي، وبالتالي جاءت الإقالة وتعويضه بعد ذلك بي المدرب الإسباني خوان كاروس غاريدو. كرة هذا سيف الدين بوهارا، سيف الدين في خطأ. من الأشياء اللي ركز عليها خوان كاروس غاريدو في مسيرته التدريبية أيوب العمرود، العمرود انطلق، العمرود انطلق، يلحق بي العمرود، بلا بطيء بطيء العمرود، كان ممكن يلحق بالكرة. حربة ولعب سامبو على عرضية تكنوتي، كورتك يا تكنوتي، يخرج اليسرى، هذه عرضية ويحيى عطية الله، مبدأ الأمان والسلامة ينجح هنا في كامبو سفيان. رد بالك رد بالك يا العملود، العرضية والتكنوتي، هذا ما قلت مشاهدك. المراقبة اللاصقة مطلوبة، الكرة الأمامية الرأسية، والعملود بعد ذلك ينجح في إبعادها. العمل الرياضي الحسوني استلم الكرة، الحسوني مشى بها، الحسوني هنا، الحسوني يتحصل على ضربة حرة بدون شك. الحسوني ممكن تهز الشباك، الداودي، الداودي سدد، جلال الداودي، وأول فرصة بالنسبة عالية، مهم جدا كسب الكرات العالية، عملية التحولات السريعة هنا، الحسوني يتحصل على ضربة حرة. الحسوني ممتازة من جلال الداودي، لا صعبة هذه الكرة، صعبة جدا هذه لقب الكاف في مناسبتين مع الأهلي ومع الرجاء الرياضي، لكن أمل الكرة العرضية، ولكن فيها تغطية بعد ذلك من أمين فرحان، تخرج مباشرة الأوسط، لا زالت ودادية هنا، تمشي لسامبو، سدد بدون أن يرى المرمى، سامبو سدد من دون أن يرى المرمى هنا بتفاق. صحيح هجوميا فريق شجاع، فريق مغامر، فريق عنده الجرأة الكبيرة، ولكن لا ننسى بأن بيترو عنده مشاكل دفاعية. العرضية، العملود يطلع الكرة، ممتاز 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 أيوب، ممتاز، عندك سامبو، عندك سامبو، لكن في وضعية تسلل هنا البين، يا سامبو ماذا تنتظر يا سامبو؟ سامبو أعتقد بأنه سنتابع هذه الضربة الحرة، تسدد، مرة جانبية، مرة جانبية، كم كانت تمشي ليحيى جبران، يحيى يرفع العملود، 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 العملود مررها، أعتقد بأن العملود كان يشوف بوهارا الآن وحده معزول تماما، ولا واحد صعد لمساندة سيف الدين بوهارا، وبالتالي طبيعي سيف الدين واحد ضد واحد، سيف الدين يدخل، سيف الدين يرفع كرة بحتا عن سامبو، رجعت من جديد داودي، منطقة الجزاء، حذاري مرة أخرى من التسديد هذه العرضية، ولكن طالت مباشرة إلى ضربة المغربية حتى تظهر بصورة جيدة على الصعيد البطولات الإفريقية، ودليل ما راح يلا في الشباك يحيى، يحيى الكرة، التصدي من هوغو ماركيز، هي من عمل على مستوى يعني البناء على مستوى التكوين ليوغو ماركيز، هذه أمامية لكن طالت مباشرة هنا إلى ضربة مرمى، الوداد كان قريب من التسجيل عن طريق اللاعب دي، ممكن من أيوب العملود وسفيان، بوسفيان، بوسفيان من زاوية أخرى إلى خطأ في يد الأدنى، وبالتالي لدينا والمرة الثانية تكناوتي، يا فرحان، خطيرة خطيرة هذه الكرة، والأربع في المرتدة عندنا الآن، الدفاعية الدخل كم كانت صعبة اللقطة الماضية، أمين فرحان ينقذ الوداد كما هشام أبو سفيان، يلعب للعملود، العملود يصعد، العملود في عرضية، من يتابع الكرة الثانية لا أحد هنا، كان يبحث عن سامبو، يدخل في التفكير المدرب ألكساندرو سانتوس هذا الموسم. توكا لدينا ضربة حرة لفائدة فريق، الضربة الحرة الرأسية بعد ذلك، صعبة هذه، صعبة هذه، مرة جانبا، الضربة الرأسية من جيلبرتو تمر، سيف الدين، سيف الدين يحاول يمر، سيف الدين وفي خطأ،
الاحتمال في خطأ الحكم. لا يقول رمي في الجهة اليسرى العرضية الرأسية بعد ذلك، لكن تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. نعم ضربة مرمى طبعا في العديد قابل حيل الكرة اللي ضربت في القائم والخطأ موجود. الحكم يشرى البطاقة الصفراء. يشرى اليسرى لعناصر فريقية بيترو. يحيى عطية الله إلى الركنية. يحيى عطية شكرا أحمد فؤاد. أجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. هذا هو ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا ومباراة الوداد ومضيف نادي بيترو أتلتيكو لحساب الجولة الرابعة من منافسات الشامبيونز ليج 2022-2023. التذكير مر هشام بوسوفيان مر، لكن هنا العرضية تجد عودة المدافع. كان تعادل 1-1 في نصف النهائي ولما كان انتصار ودادي في الجولة الماضية. كان صعب هنا يقطع كرة لازالت صعبة. تسديد بعد لاعبين وداديين داخل المنطقة. الارتقاء الرأسية ممكن ولكن التغطية بعد ذلك تأتي من كينيتو. يمشي للأمام هنا الكرة المراوغة ممتازة سدد والكرة مرة جانبية. هذا هو المطلوب أنك تحاول وتحاول. الأندية تمشي كرة وصلت بعد ذلك على الطرف الأيمن فيها وضعية تسلل. وضعية تسلل أبدية للركنية هنا الرأسية خطيرة. تنتبه يا الدودي اللي عندك بطاقة صفراء. مرور ممتاز ممتاز المرور هنا فرحان وزولا ترفع دي الكرة الرأسية. جول وجول 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 ودادي 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 لك حبي وفؤادي. الوداد تفعل الحمرة تسعد الأنصار في هذه اللحظات. 1-0 زولا 1-0 زولا هنا في غفلة من المدافع الجيد لمنع الخطورة الأنغولية. لكن أيضا بيترو لا ننسى بإشارة وتقدم في هذه الأثناء بعيدة تماما. مرة سليمة ناصري فريق بيترو خطيرة والتكناوتي فريق بيترو الراسية دي موضع بشكل ممتاز. جلال الدولي في تدخل بطاقة صفراء. يستعد غلايسون يتقدم غلايسون الثاني ممكن الثاني ممكن الثاني يصابون